الجزء الاول من الندوه باش يكون في ثلاثه تدخلات مداخلات باش نبداو بمداخله اميمه مهدي قدمها. هي حاليا عضوه في المفكره القانونيه، متخرجه من لينيتي، مهندسه في الحقيقه، ناشطه في المجتمع المدني، كانت في بوصلة ثم في محامون بلا حدود، وكذلك شاركت في تحضير لمؤتمر بتاع الحركات الاجتماعية والمدنية اللي انعقد مؤخرا من طرف الاستديوهات. هي كذلك طالبة في ماستر في سوسيولوجي دي شانجمون سوسيال. هذه تقدم ولا نعطيك مباشرة الكلمة باش تعطينا في رؤيتها هي حوصلة لأهم التحركات والأحداث الاجتماعية هذه السنة.